لا تتوقف طائرات التحالف العربي عن شن هجماتها على مواقع ومعسكرات الميليشيا، ولا يمر يوم دون أن تغطى سماء المدن الخاضعة لسيطرتها بسحب البارود. هنا في العاصمة صنعاء أغار التحالف على جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة، وهي أهداف متكررة منذ بدء العملية الجوية في مارس من العام الماضي. الطيران استهدف منزل أحد العاملين في قطاع التلفزيون وقضى على أسرة بكاملها مكونة من 4 أفراد. ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها التحالف العربي، ولن تكون الأخيرة في سياق الحرب ضد الميليشيا. بالنظر إلى تكرار الأخطاء، ففي كل حرب يدفع المدنيون ثمنا باهظا من دمائهم ومعيشتهم. وبالتزامن مع غاراتها على صنعاء، استهدفت طائرات التحالف مواقع الميليشيا في مديرية نهم شمال شرقي العاصمة، وموقعا للاتصالات العسكرية بفرضة نهم، ومخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية في مديرية همدان محافظة صنعاء. كما استهدفت المقاتلات تجمعات ومخزلا للميليشيا في منطقة متنة بمديرية بني مطر. وفي محافظة إب وتحديدا في مديرية السبرة، أغار التحالف على منطقة نقيل الخشبة التي تتمركز فيها الميليشيا، وكذا منطقة العذارب التابعة لمديرية بعدان. غارات التحالف امتدت أيضا إلى محافظة صعدة، مستهدفة منطقة الشرج في مديرية سحار وحيدان وباقم. كما يشارك التحالف في الحرب ضد الميليشيا في جبهات مأرب والجوف والبيضاء والمناطق الحدودية مع السعودية.